أحد الأخوة الفضلاء أقرب إلي من أشقائي في مدينة جدة. الرجل أعرف وضعه المادي من أفقر خلق الله، إي وربي والله يا جماعة، أنه يعني كل ما يوم قويت علاقتي معه صار يقول لي أشياء، هو لا يسأل الناس سبحان الله، لكن يقول أقسم بالله أني أحيانا أجلس وعندي عائلة والله ما في جيب ريال واحد. طبعا دائما اقول له ان بغيت شيء ان احتجت شيء، يقول ما ابغى شيء، جزاك الله خير، بيض الله وجهك. والله يا جماعه اني كل طبعا كل ما رحت لجده عندي محاضره لازم يبيتني عنده، وتحسب ان الرجل يروح يتسلف ويعزم، واقول له يا ابن الناس انا، قال لا والله. الشاهد لما قويت علاقتي فيه قلت له اسالك بالله، والرجل احسبه والله حسيبه انه يخشى الله، ولا ازكي على الله احدا، الله يجعلنا واياكم من يخشاه كانه يرى. قلت له أسألك بالله إذا احتجت شيء أنك تقول لي. قال لي بس بشرط. قلت موافق. قال لي بشرط. إيش الشرط حقه؟ قال وأنت إذا احتجت شيء وأنا عندي تطلب مني. والله يا جماعة أني قلت أبشر وأنا أعرف وضعه، يعني ما عندك شيء وش أطلب منك، لكن قلت أبشر. مرت الأيام، صار أحيانا إذا احتاج يرسل لي تكفى حول لي 1000، حول لي 500، وإن شاء الله برجعها لك إن شاء الله. مرت الأيام، أعرف من هذا الرجل والله أحسبه والله حسيبه أنه لا يترك أمر لله فيه رضا إلا سارع فيه. والله يا جماعة نمشي وياه في السيارة يقول بله دقيقة، يوقف السيارة ويروح يقطع الشارع ويعطي واحدة شريط، وتمشي عند الإشارة لا واحد يدخل، يروح يا حبيبي ربي معطيك هاليدين وغيرك معاق، ما يترك أمر لله. والله مرة راجعين من مكة إلى جدة وهو يلتفت، احنا راجعين جدة الآن إلا واحد محرم يمشي على رجليه، بالله دقيقة مشغول، قلت له أنا مشغول، شو عندك؟ ويروح يديه بسرعة. قال والله هذا روح بيروح الحين يعتمر، خلينا نوصله ونعطيه 100 ريال ونرجع، ما تأخذ منه نصف ساعة وأجر عمرته كلها، وربي يشوفنا سبحانه. دائما يكرر هالكلمة، ربي يشوفنا. الشاهد الرجل أعلم من أنه ناجح في قضية أنه يعيش اللحظة حقته كيف يرضي الله. والله العظيم أني محللت حياتي اللي معه، كل موقف يعني كم الحين واحد واقف يعصي الله هناك، هو كأنه يسأل نفسه إيش اللي يرضي ربي، أني أروح وأخليه ولا أروح أتكلم وأكسب صفقة ويدخل ميزاني، فيروح ويتكلم. الشاهد يا جماعة جاء قال لي يا أبو مجاهد بالله، طبعا بالله لهجة الحجازية، قال بالله أدينا دعاء ألزموا في سجودي. قلت أبشر. قلت والله يا حبيبي ما أعلم لك أعظم من أدعية من الأدعية اللي الله سبحانه وصف بها نفسه. قلت الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين. قلت الله وصف نفسه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنت ساجد قل يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقني. قال أبشر. والله يا جماعة تو مكلمني قبل نص ساعة، ما مر علي الكلام هذا أسبوعين، دق علي أبو مجاهد أبشرك. قلت بشرني. قال والله رزقني الرزاق ذو القوة المتين. قلت اللهم لك الحمد، كم أعطاك؟ كم تتوقع يا جماعة؟ الرجل راتبه قليل جدا، 10 أيام من الشهر ينتهي الراتب، فقير فقير يعني، والله سيارتها يا جماعة تقول كيف يركبها؟ كم تتوقع؟ سمعوني أي رقم، واحد فقير ما عنده ولا شيء ورزقه الرزاق ذو القوة المتين، كم في خلال أسبوعين؟ كم؟ ها يا جماعة أي رقم، عطني أي رقم تتوقع، واحد ما عنده شيء، ها 10 10,000 أعلى رقم، عطني أعلى رقم، ها شباب صوتكم قليل، 1,000,000 هذا فقير يا جماعة ما عنده شيء على طول 1,000,000
رزقها الله عز وجل، يقول رزقني الرزاق ذو القوة المتين 1,125,000 ريال. سبحان ربي. قلت كيف؟ أنا أحسبه يمزح والله. قال والله رزقني، يقول والله في كل سجود، يقول أنا ما عندي شيء، أعمل لرضاه وأدعوه. هذا اللي يبغاه الله، بس يبغى منك تعمل لرضاه وتدعوه، مثل موسى عليه السلام، مثل إبراهيم، يعملون الصالحات ويدبرهم رب العالمين، يطب في النار يطلع سبحانه. الشاهد يقول اتصل فيه أحد القضاة، قال له عندي صفقة بيني وبينك، لكن أنت عليك التعب والقسمة بيني وبينك. كيف؟ قال في أرض في جدة تباع ب99 مليون، لكن اللي بيبيعون أبنائهم ورثة هم ماطلين، واحد مسافر برا المملكة والباقيين يعني مغتنين فما يبغون يبيعون. قال إذا قدرت، أني حاولت فيهم فترة بس ما قدرت عليهم، إذا قدرت تجيب لي البائع وموافقين على البيعة السعي 2,250,000، نص نص، 50-50. يقول والله وأدق عليهم ما يردون، أصلي ركعتين يا رزاق هذه والله أول الفرج يا رب، يقول وأدق وما يردون وأصلي وأدعي الله ليل نهار. يقول أقسم بالله يوم ردوا قالوا والله إحنا موافقين، لكن باقي واحد من أخواننا برا المملكة، قال أدوني رقمه. أعطاه الرقم، فكلم وذاك ما يرد ويرسل رسالة أسألك بالله ترد، الجوال ذاك أصلا ما يستقبل كلام عربي. ويطلع عنده مربعات رد، قال يا ابن الناس بتبيعوا ولا ما بتبيعوا؟ فجاء بموافقتهم كلهم وباعوا وأخذ. قال والله العظيم من ولا ريال في الحساب أدخل بطاقة تطلع لي صفر إلى 1,125,000. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه.